نتكلم في إمكانية معالجتها عشان نحاول نستشرف بعض الحلول العملية، وإلا وضع الآليات ووضع التصورات ووضع التوصيات لوحده في حد ذاته. الهداف العملاقة بتستغل كل القوانين اللي عملتها منظمة الصحة العالمية اللي هي متعلقة بقوانين التريبس أو حماية الملكية الفكرية. النهارده عاملين الميتنج دوت عشان نشوف هل قوانين الملكية الفكرية ما زالت صالحة لينا؟ هتقول مصر إيه بالظبط؟ لكن يجب التحرك خاصة في مجال الأنسولين اللي فيه مصانع حديثة بتبني في إسرائيل وفي إيران، وفي نفس الوقت الشركات العالمية بتحاول تستحوذ على السوق المصرية. ده وقع الشركات المصرية وما قدرتش تقوى على نفس هذه الشركات. في نفس الوقت الشركات العالميه عملت تتسابق في تطوير الادويه وزيادتها من هذا النوع عشان تحل محل الادويه التقليديه. طبعا ده بيكون على حساب تكلفه باهظه اللي بتيجي نتيجه ادويه جديده. لكن مفيش شك الادويه الجديده اصبحت بتعالج امراض كانت غير قابله للعلاج. ده هيؤدي لوجود فجوه بين الدواء الحديث والدواء التقليدي القديم لصالح العالم المتقدم، وفي نفس الوقت هيؤدي ان الشركات تستحوذ على الاسواق من ضمنها مثلا مصر وتبتدي فرض شروطها او ما تصدرش التكنولوجيا الحديثه الخاصه بالدواء اللي هم بيسموها النو هاو الخلطه نفسها. ده هيؤدي في الاخر لتردي الاوضاع الصحيه وانتهاء الحق في الدواء، وهيصدر مشاكل بالنسبه للمريض وبالنسبه للحكومه المصريه. لو واحد عنده مشاكل ده دور الدوله اللي هتحلها، دور كل حاجه ممكن تتحل لو احنا وصلنا لها بمنظور وطني. اللي تنبهت لهذه المشكلة من فترة طويلة هو الجنوب شرق آسيا. الكلام ده كان من نهاية التسعينات لهذه المشكلة، وبالذات كل من الهند والصين وكوريا الجنوبية. واستطاعت انها تطور التقنية الحيوية بشكل متدرج ثم انتاج الكثير من الأدوية الحيوية المختلفة كما سوف نعرف. اللي احنا بنقول لازم نعمل عندنا انتاج مصري نمرة واحد عشان نوفر العملة الأجنبية، نمرة اتنين أمان لينا ان احنا ما يحصلش شيء. احنا مش عاوزين نستنى مشكلة، انت بتقولي في مشكلة؟ لا مفيش مشكلة، بس مش عاوزين نستنى مشكلة تحصل. ليه ما نبقاش احنا عندنا الأمان اللي عندنا المنتج المصري اللي يغطي السوق واحتياجات السوق بصورة فعلية؟ يعني مثلا بيتم التعامل مع الأدوية البيولوجية في الصين من خلال كيان مستقل. كتير من الشركات الهندية والصينية والكورية تستفيد من تجارب تلك التقنيات عن طريق نقلها لدول. تعال نقارن بين الشركات اللي هي جنوب شرق اسيا والشركات العالميه. الشركات العالميه عندها من الفلوس ما يكفي انها تحفظ التكنولوجي لها وما تديهاش لحد. اما الشركات اللي جنوب شرق اسيا عايزه تزيد تطور زياده ما عندهاش امكانيات ماليه، فبتضطر انها تنقل التقنيه مقابل عائد. ومن هنا ليس لنا ملاذ الا ذلك الحل. ما هتروح للشركات العالميه من هنا لحد 100 سنه قدام لن يعطوك التقنيه، وهيفضلوا يفرضوا عليك الدواء الغالي. طبعا الدواء اصبح احد اليات التاثير السياسي على اي قرار سياسي، فبالتالي مش ممكن رقبتنا تفضل تحت ايد الغير يعني او حاجه زي كده. فاحنا مش عايزين، خاصه ان مصر مرت بالتجربه دي ساعه الاحوال الثلاثي اللي امتنعت الشركات العالميه بتوريد الدواء لمصر، وكان في اشهرها دواء مهم جدا لشركه المانيه اللي هو الاسبرين. فمن هنا تنبهت الدوله وقتها لاهميه القضيه. طالما اتعمل على الدواء المصري دراسات لبيان كفاءته وفاعليته وامانه انتهت. لازم نبص من الناحيه العلميه، ده اتعمل عليه الدراسات ديت يبقى خلاص. احنا مفيش دراسه بتتعمل علميه الا لما بتمر بمراحل كبيره جدا. مرت بالمراحل دي واثبت كفاءته وفاعليته وامانه، يبقى لازم نثق في الدواء، لازم نثق في المنتج المصري، نثق في نفسنا كمصريين عشان نقدر نطلع.